حاضر يا صباح الخير شيخ. كزبان. امين امين. الله شيخ. راني اوفاس ليك. صافا. حافظك شيخ صحيح. هيا لينا. صح صح.
Thank you.
لا
وراها Thank you.
Yes! 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 Yes!
Thank you.
Hey, come on.
Get the fuck out! Get the fuck out!
Thank you.
Allez,
اكذبتك Thank you.
بالقاسم لاعب وسط تحب العباس طبعا تاعك تاع البارتي تاع اليوم. اي الحمد لله احنا كاع سيمانه وحنا مجدود هاد البارتيه باش نربحوها، ما ننساش بلي ربحونا الي 3-1 ثاني بغينا نخلفوها لهم وميم طون نقلصوا الفريق مع ليكيب فيها بريمي. الحمد لله خدمنا وكاع ليكيب كاع خدمت والحمد لله ربحنا. اي وان شاء الله عقوبه للسينيور تبنى جايه ان شاء الله. ان شاء الله. وكيف بان لك ليكيب تاع السينيور؟ اي الحمد لله السينيور العام طلع ان شاء الله، وان شاء الله احنا ثاني نكون مستقبل الفريق ونديروا نجيبوا لي تيتر ان شاء الله. عندنا كلمه الانصار. نشكر الانصار خاصه البارح من عاونونا وكذلك هم يعاونونا خطرات يجوا يشوفونا الحمد لله هم يتفكرونا. ايوا سلم عليهم كاع. معنا اللاعب ملاح الياس لاعب اواسط تحت العباس، عطينا الانطباع تاعك. السلام عليكم. المدرب تاعنا شكرا سعيد ونحمد ربي على هذا الفوز ان شاء الله ودلنا اللي علينا وفرحنا الشيخ تاعنا هذاك المصري. كرم يبانوا لك ليكيب تاع السينيور. على حسب ما سمعت فرش البارح ثاني ونهنوهم بالمقابله الباهيه في 1-0 هم كلاسيك بريمي دون هم يلعبوا للصعود نتمنى لهم كاع التوفيق ان شاء الله. عطينا كلمه الانصار. كلمة الأنصار نشكر الدرجة الأنصار اللي ساندونا اليوم اللي كانوا حاضرين معنا بقوة ونتمنوا كاع الخير إن شاء الله لافتتاح بلعباس مع الناس اللي ناصروها وإن شاء الله تونسوا لافتتاح بلعباس. راه تكلم معكم سوبيرا عبد الكريم مدرب اتحاد بلعباس أكابر قال لكم بلي أبواب مفتوحة للسينيور، أعطينا طباعة الكلمة هذه. الحاجة الأولى حفزنا، هذه حاجة الأولى حفزنا وهذا نظن بلي هذا بليس لينا ان شاء الله بان خدمه ونزيدوا دونك قال لك ابواب مفتوحه تما بقات عندك تاعي نديروا كاع المستحيل بان نوصلوا ان شاء الله. ان شاء الله. زعرات عبد القادر لاعب حارس امل اتحاد العباس، اعطينا انطباعاتك تاع البارتي تاع اليوم كونتر كما كنا بازم. في مباراه جيده ديربي بين اتحاد العباس وجمعيه وران، كنا مباراه شابه وكنا متحدين بيناتهم كنا كل عام كنا كيما هكا وربحنا بقوة إن شاء الله. كل عام إن شاء الله بخير ونتمنى لكم التوفيق إن شاء الله في اتحاد العباس. وراه مسيو بيرا راه تخلى عندكم حفزكم على أبواب مفتوحة للأكابر إن شاء الله. كلمة ونزيدوا إن شاء الله ونعطينا الشيخ بيرا نربحوا إن شاء الله بإذن الله ونزيدوا نتعلموا إن شاء الله. عطينا كلمة أنصار. شكرا للأنصار تاعنا والتوفيق إن شاء الله. معنا الخمس بوزيان لاعب امل اتحاد بلعباس هو ميليو ريكيبيراتير، اعطينا كلمه تاع البارتي تاع اليوم. هذا الفوز مردو لكاع صحابنا اللي لعبوا اللي ما لعبوش اللي تفرجوا ان شاء الله نتمنوا نوضوا بعيد ونبدا الشكر. رغم المدرب مسيو عبد الكريم بيرا راه حفزكم كثير لك على ابواب راها مفتوحه، شنو تقول الكلمه هذه؟ نزيدوا نخدموا
احنا ثاني ان شاء الله يكون عندنا امل باه نلعبوا في اللعبه. كلمه الانصار انصار تاع اتحاد العباس كما يقولوا العقارب. العقارب طلبوا هنا من العقارب قاعد يساندوا المنتخب هكا شويه حتى يساندوكم حتى انتم. لا احنا صار مازال باقي شويه قدام بانوا دو شتا زايد. معنا المدرب ولا سمير مدرب واسط اتحاد العباس، عطينا كلمه على المقابله تاع اليوم بين اتحاد العباس وجمعيه وهران. احنا كما يقولون احنا كمؤقتين ومربين احنا من بعد الامر نحوسوش على النتيجه، الهدف تاعنا التكوين وتحضير لاعبين ذو مهارات فنيه وتقنيه كبيره نحطهم الفريق الاكاديمي. اللقاء تعرف من كره القدم لما يكون بين جارين تدخل في ديربي لان يعني الشبان عندهم ديك النزعه وديك الحراره في اللعب. شفنا لقاء جميل من مدرستين عائلتين هي جمعيه وهران اتحاد العباس الاولاد تاعنا طبقوا النصائح بحذافيرها وكانت النتيجه ايجابيه وفزنا بثلاث اهداف مقابل واحد ومازال الخدمه قدام ان شاء الله باذن الله. رانا شفنا زياره تاع مسيو عبد الكريم بيرا مدرب اتحاد العباس اكابر راح حفز لي جوار قال لك باللي الابواب مفتوحه. انا كلمه انا تسبق لنا وطرقنا في الاجتماع في محل الذهاب مع المدرب السيد بيرا وين تكلمنا على بعض النقاط. المشروع اللي تحدث عليه يطلب وقت ونشكره على هذه الالتفاته لان المدرب بيرا مرتبط بعده اشياء وين قدر يعطينا وقت من نهارو وين خلى العائله تاعو وجا شاف لي جان وين كان دافع معنوي وموتيفاسيون مورال كل لي جان يعني اللي يحتاج اللي عنده بلاصه في اكابر مع اللي غير يخدم اكابر على قرار. انا كلمه الانصار بشي سمير ولا الانصار اللي بالمناسبه نقول لهم نسلم عليهم بزاف بزاف ونحبهم ونتوحشتهم اللي بشحال ما شفتهمش نسلم عليهم نقول لهم راكم من احسن الانصار في الجزائر حبوا الفريق تاعكم ابتعدوا عن القيل والقال والاشياء اللي تدير بلبل الفريق وان شاء الله هذا العام الصعود نعاودوا نحتفلوا ان شاء الله باذن الله وندعو الله عز وجل الصحه والعافيه لكل الناس بالعباس. كلمه الولي وليه السيد بالعباس مسيو حطاب محمد. السيد حطاب محمد مشكور لانه قام بواجب كبير لكن بهذه المناسبه انا نقول للسيد حطاب لانه القائم الاول على المدينه عندنا نقص في جانب الفئات الشبانيه من حيث ليزانفراستركتور الاراضي الميدانيه لممارسه كره القدم قليله وبالاخص لما نقول مدرسه اتحاد العباس اما صراحه وانا اقولها في 4 سنين من نعمل مع الفئات الشبانيه اني نعمل ونجتهد باش نقلعوا كما نقولوا الشوك من طريق تاع لي جان وان شاء الله يشوف الالتفاته اللي جان باسكو هذا لو جان هو اللي غيلعب في السيليكون لو ما يتكونش مليح وما تكونش عندها قاعده اساسيه تربويه ورياضيه وعلميه ما تنتظروش نعطوكم احنا لاعب كبير لكن هذا كله يجيب الامكانيات كما قلنا ماديه وامكانيات معنويه حتى من حيث اللباس وحنا متاخرين في الشبانيه لمرحله العوده وين تحصلوا على ولا شيء وتعرف الشبان لاسيل تريك موتيفاسيون كل جوار سي بيان ليكيبمون تاع الفاني تاع بالعباس وهذا هو الشيء اللي ناقصنا بزاف وامكانيات بيداغوجيه اللي ناقصه ثاني هذا العام راه ناقصه بزاف. نتمنى ان شاء الله سيد الوالي مشكور على كل ما قدمه هو تعرف احنا الشبان قد ما تعطينا قد ما نكون خصنا راكم مشكور ان شاء الله بيه.